طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. سنتعرف يا أحبائي على مادة اللغة العربية الخاصة بالصف الأول، فأهلاً وسهلاً بكم. تعتمد مادة اللغة العربية يا أحبائي في الصف الأول على كتابي اللغة العربية وأيضاً نصوص خارجية تلائم وحدة البحث والقواعد التي تعتمد على كراسة الطالب. يضم كتاب اللغة العربية المهارات الأساسية للغة العربية وهي التحدث والاستماع والقراءة والكتابة وأنماط لغوية مختلفة، أيضاً المشاريع الموكلة إليك عزيزي الطالب ضمن الحصة. أما قواعد اللغة العربية فتضم مجموعة من المحاور الرئيسية، وسنبدأ بهذه المحاور الرئيسية المختارة. محاور البحث تندرج تحت كيف نعبر عن أنفسنا، وكيف ننظم أنفسنا، وكيف يعمل العالم، من نحن في هذا العالم، وأين نحن في الزمان والمكان ونتشارك الكوكب. أحبائي، هذه المحاور التي سنعمل عليها خلال العام الدراسي. أما الصفات التي يجب أن تتحلى بها طالبي المثابر وهي صفات المتعلمون، وسنبدأ بصفة مفكر. أنت مفكر جيد، تحاول حل المشكلات وتتخذ القرارات الجيدة، تفكر بالأشياء بعمق وتتعلم من أخطائك. أيضا أنت متعلم متسائل، فأنت تطرح الأسئلة وتحب أن تتعلم، أيضا تحب أن تكتشف أشياء جديدة، دائما محب للتعلم، وأيضا لديك فضول للمعرفة. أنت يا عزيز الطالب المطلع والمتعلم، تحب أن تتعلم أشياء كثيرة، تستطيع أن تخبر غيرك بما تعلمته، أيضا تستطيع أن تريني ما تعلمت، وأيضا تستخدم ما تعلمته في حل المشكلات. أيضا أنت متعلم متأمل، أنت تفكر دائما فيما تتعلم، تفكر فيما تتميز به، أيضا تفكر كيف تطور من نفسك، أيضا تأخذ وقتا لتتأمل بما تقوم به وتفعله، أيضا تنظر في العواقب. أنت أيضا متعلم مجازف. كيف تكون مجازفا؟ فأنت تجرب أشياء جديدة وأيضا تتحلى بالشجاعة، فلا تخاف من التجربة، وأيضا تستطيع حل المشكلات بطرق مختلفة. أيضا أنت متعلم متواصل. كيف تثبت أنك متواصل؟ فأنت تتحدث عن أفكارك، أيضا تستطيع أن تعبر عن نفسك، وتستطيع أن تتحدث بأكثر من لغة، وتستطيع أن تتواصل بطرق مختلفة. أيضا أنت متعلم مهتم، مهتم بالآخرين وتساعد الآخرين، تحب أن ترى الناس سعداء وتراعي احتياجاتهم ومشاعر الآخرين. أيضا أنت ذو مبادئ،
فأنت تحاول دائما القيام بما هو صحيح وعادل. أيضا تتبع القواعد، فأنت صادق مع نفسك وصادق مع الآخرين. أيضا أنت شخص متوازن، متعلم متوازن. ماذا تفعل لتكون متوازنا؟ تتناول الطعام الصحي وتحب التمرينات الرياضية، وأنا مثلكم يا أحبائي أحب التمرينات الرياضية، وأيضا أحب التعلم، وأدرك أهمية التوازن في الحياة. أنت متعلم منفتح، تستمع إلى الآخرين وتحاول فهمهم وتدرك أن الناس مختلفين فتتعامل معهم بطرق مختلفة. أيضا تفهم الآخرين أن لديهم وجهات نظر مختلفة وتحترمها. هذه هي يا أحبائي صفات المتعلمون. الآن يا أحبائي سنتطرق إلى نظرة عامة على الدروس المتضمنة خلال العام الدراسي، حيث يتضمن كتاب اللغة العربية المهارات الأساسية، وقد تحدثنا بها سابقا لكن أود أن أذكركم بها، وهي التحدث والاستماع والقراءة والكتابة وأنماط لغوية ومشاريع ضمن الحصة وقواعد اللغة العربية. سيتم يا أحبائي خلال شهر أيلول أيضا وشهر تشرين الأول تغطية درسي أسرتي ومدرستي ضمن محور البحث كيف ننظم أنفسنا. سنتطرق في هذه الوحدة من خلال الدروس إلى مهارات الاستماع، سنستمع إلى درس أسرتي ونتحدث عن الدرس أسرتي، والقراءة أيضا قراءة المفردات الجديدة وحل أسئلة الفهم والاستيعاب. أيضا سنميز بين أصوات الحروف الألف والواو والياء والباء، أيضا ترتيب وتركيب كلمات تتكون من حروف ثلاثية. أيضا سنستخدم يا أحبائي كراسة الطالب إما داخل الحصة داخل الصف وكواجب بيتي. أيضا سنتطرق إلى المحفوظات أمي وأبي وأنشطة عملية تعليمية تتكامل نحو حوار البحث. خلال شهر تشرين أول وتشرين الثاني سنتطرق إلى درسي دار جدي وفي الحقل ضمن محور البحث أين نحن في الزمان والمكان. أيضا سنتطرق إلى مهارات اللغة العربية وهو الاستماع إلى الدروس والتحدث فيها والقراءة وحل الأسئلة وتمييز بين أصوات الحروف السين والميم، أيضا تركيب كلمات ثلاثية ورباعية تتضمن الحروف التي تعلمتها، أيضا تركيب مقاطع المد مع الحروف الميم والسين والراء والفاء، وسنتطرق إلى المد القصير وهي حركة الفتحة. أيضا سنميز الحروف المتصلة والمنفصلة في الكلمات. خلال شهر كانون الثاني وكانون الأول سنتطرق إلى درس ونص عالم واحد والماء ضمن محور كيف نتشارك الكوكب، سنستمع ونتحدث ونقرأ. أيضا سنقوم بحل الأسئلة وفهم الاستيعاب ونميز الحروف الحاء والنون والتاء وحركة الكسرة والضمة، إضافة المدود القصيرة إلى الحروف وتمييز أصواتها وأشكالها، أيضا تركيب مقاطع المد مع الحروف وكراسة الطالب وتدريبات، وأيضا سنتطرق إلى التعبير ضمن شهر شباط وآذار ونيسان. سنتطرق إلى نصي المصباح الكهربائي والصوت والضوء وهل نرى البرق أولا أم نسمع الرعد. سنتطرق إلى محور كيف يعمل العالم، وسنتطرق إلى مهارات اللغة العربية من استماع ومحادثة وقراءة وتمييز الحروف بين حركة المد الطويل والمد القصير بين الفتحة والضمة والكسرة، ونميز أصوات وأشكال الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون وتركيب مقاطع المد مع الحروف.
أيضا إلى أنشطة عملية تعليمية تتكامل مع الوحدة بالإضافة إلى مهارة التحدث والتعبير. في شهر نيسان وأيار وحزيران هناك نص أعضاء جسم الإنسان والجهاز الهضمي ضمن محور البحث من نحن، سنتطرق إلى مهارة القراءة والاستماع والمحادثة، أيضا إضافة المدود القصيرة وحركة الفتحة والضمة والكسرة، أيضا تمييز أصوات وأشكال الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون، تركيب المقاطع والتعبير. سأتوقع منه يا أحبائي في نهاية هذه العام الدراسي حضور الطالب إلى الحصة في الوقت المحدد والاستعداد التام للحصة، وهذه نصائح أقدمها لكم. أيضا احترام الطالب لزملائه والمعلمين والمحافظة على ممتلكات المدرسة، الالتزام التام بتنفيذ تعليمات المعلم والإدارة المدرسية، الإصغاء التام للمعلمة واتباع التوجيهات، أداء الواجبات فأنتم طلاب مهتمون، وأداء المهام المنزلية في موعدها، أيضا أداء المهام الصفية الموكلة للطالب وفق توقعات المعلم. سيتم يا أحبائي تقييم الطالب من خلال العديد من أدوات القياس المختلفة والتي تشمل مهارات اللغة العربية من الاستماع ومحادثة وقراءة. سيؤدي الطالب مهام إثرائية باستخدام منصة اقرأ بالعربية، ويحتسب عمل الطالب ضمن العلامات الرسمية. طلابي أحبائي، خالص الأمنيات لكم بالتوفيق، شاكرة لكم حسن استماعكم، شكرا لكم.